حافظ على كوتو للسيدو سانيفو رقم 20 لعبيد الافريقي عاطف البخيلي محمد علي اليعقوبي الى مليك توري لمسه الى حمزه العقربي تمر للسيدو سانيفو يدي كوستير وفتحي العبيدي اليكس موجود تصدر الكره ما توصلش يقطعها مليك توري الهبدي راسيتو موجود اميرب مالك توري مالك توري مدقه الجزائر ومات موسينو مالك توري مالك توري وبلال يكن يتحوط على الكره في منطقه الجزائر فريق النادي الجزائري الجزائر وايضا التوقع من جهه حمود المعمري مالك توري مالك توري من جديد انزل الغالي لنجم المدلول محمد علي اليعقوبي زهير الزوادي مالك توري مالك توري مالك توري والتصدي حمزه العقربي تضيع فما نادر صايسي في التصدي هاتان البراتلي يلعب الكره مالك توري على اول لمس للمالك توري اول لمس من مالك توري وسع ما يخلطش على الكره ممتع موسلو ترجع من جديد ابو جابو ياخذ كورتي مازالت الكره للجزائري حاول يوزع يمات موسلو في مالك توري توري داخل منطقه الجزائر والحارس العربي المهاجري فرصه خطيره للافريقي فرصه خطيره للافريقي مالك توري ولا جابو ومالك توري شوف اللقطه مالك توري كان يعني وجه لوجه والحارس من زوايرة الذوادي زوايرة الذوادي التمرير في مالك توري توري تسديد ممتاز جدا مالك توري في اللقطه الاخيره التسديد على الطاير من مالك توري نشط الخط الامامي مالك توري دخوله اعطى زوزه فرص للافريقي لعادة شوف زوايرة الذوادي التمرير والتوزيع ممتاز جدا لمالك توري مرة هذي عطايا كما جات الكرة ولا تألق للعرب المجري الكرة داخل منطقة الجزيرة مع علي الزيتوني ولا حمد علي اليعقوبي يخرج كورت مالك توري التوزيع من مالك توري على بن البسليمي ترجع منا ولا حارس عاطف الخيلي كرة ثابتة لصابر اليوسفي هذا عكس الهجوم مالك توري على الرواق الايسر ينطلق مالك توري فما الدفاع في المتابعة يدخل مدافع على الامل سيف القاب دخل ترجع لمراد الهفلي مراد الهفلي يطول التمرير لملك كاتوري ملك توري هاتين البراطي مراد الهفلي لماهر الحديد ماهر الحديد هيتجوز الاخر سلاوي التمرير لملك كاتوري ملك توري تسديد ولا حارس الحارس مبروك الشرطاني يز الحارس مبروك الشرطاني شوف ملك كاتوري سدد ولا اللي شفناه في الشوط الاول ان شاء الله يكون افضل في الفتره الثانيه بين الفريق من الدرجه الاولى فريق ساعة حديثة للقسم الثالث هذا مليكا توري مليكا توري معاه في المتابعة محاولة متصل المحمدي ترجع لماهر الزيتوني لمليكا توري مليك توري لعبد المملى جابو ينطلق جابو على الرياق الأيمن عبد المملى جابو عبد المملى جابو ثم مليك توري على الرياق الأيمن داخل منطقة الزيزان مليك توري تسديد والحارس والحارس ولا مدافع كرة تصطدم بأمير الدريدي وكذلك يتصدي الحارس حمدي القصراوي اللقطة لقطة الفرصة الأخيرة التمرير بن مهدي الوزر في مالك توري يسجل بقوة مالك توري والتصدي كان من الحارس وكذلك من المدافع أمير الدريدي فرصة ياسر جلاسي التمرير لمن فما بلال العيفة بل علي المرزوقي بلال العيفة مالك توري مالك توري التمرير لأشرف الزيتوني أشرف الزيتوني كرة لي على دينا البسليمي اللي هي مباراة النجم متلوي شبه القيروان في صعد السلبي صفر مقابل صفر تقريبا المباراة الوحيدة Tilo également noté cette adresse et la page Facebook du football africain. Ça s'écrit Sport SOFTS Africa AFRIKA. N'hésitez surtout pas à venir vous abonner et aimer la page. L'actualité du football africain, mais aussi vous pourrez nous envoyer vos messages. Pour les matchs contre le FC Saint-Éloi, le Loupopo et le FC Loupachi. Avec la réduction du score malienne, 3 buts à 1 pour le Ghana face au Mali. Un but inscrit, allez, on va dire c'est le but pour l'honneur, mais les Maliens y croient. Hein. Et également les supporters maliens qui y croient. On voit ici ce lob, superbe maîtrise de la part de l'attaquant
Eh bien, Malik Touré, c'est le milieu de terrain pardon, du club africain. Il évolue en Tunisie. Réduction du score par Malik Touré pour le Mali. 3 buts à 1 pour le Ghana. MD a été convoqué avec les moins de 20 ans français, sélectionné par Florent Ibengué pour la tournée de l'équipe de l'Air. On a hâte de se finir. On a mis un les malécateurs de Mohamed Abdel Salam à Haoula. On a mis un défaut à Boul Menekib et Abdougoma. Tassel Al-Jaman a hâte d'Adama Trabri. Anjadara. المركز الثالث للمرة الثانية في هذه البطولة مالي، لكن السنغال يستحق التحية على السنغال في المباراة الترتيبية، مباراة ترتيبية افريقية بالكامل، طرفها افريقيان، فرص وتربكات وتسديدات، ولكن ايضا الفريق الصربي ليس نسيته. صابر خليفة وعماد المنياوي اللي كان خرج في فترة الراحة بين الشوطين وخلى مكانه للمالي ماليك توري بالقميص 7 دولي في منتخب اقل من 20 سنة للمنتخب الميكاري، ينوع الافريقي، يلعب كورة طويلة الى سليمان كوليبالي، ماليك توري توري الرواق الايمن الافريقي المالي 100%، كوليبالي توري، خليفة مع المهدبي، صابر خليفة يور محمد صلاح المهدبي، خليفة خليفة خليفة، الهدف الرابع للنادي الافريقي، ماليك توري ماليك توري ماليك توري الهدف الرابع في توقيت 71 دقيقة لعب، العمل والمجهود والتمريرة الحاسمة لصابر خليفة بعد تصرف وهروب ومراوغة بمحمد صالح المهدبي الشاب المدافع الايمن للملعب التونسي، هاي العملية وهذا صابر خليفة، وشوف كيفاش تصرف بالكرة مع محمد صالح المهدبي، يهرب خليفة والهدف رائع. إلى حتى الآن كرة من وسام بن يحيى، ماليك توري التغطية بين هاشم عباس وشرف الدين الكشتي، وترجع الكرة إلى ماليك توري، ماليك كرة إلى سيف الدين الكشتي. حضرها من غازي وترجع لماليك الأولى وجارديا. هو مثل حبيسي رغم الكرة كانت كونتري يخلق عليها يعني كان كما جوني لي مع اليسار استثمار كرة حلوة فما ماليك وجول تسالي بيزيلو حلوة ياسر كانت لاكسيون رقيدة يعني مشينا اليسار فيها برشا خدمة من بين رويني وتزقار ومين يعاود ياخذ كرة من عند شهاب ومدها التذكار اللي عمل لي ومبو يخرج العشيرة اليسار ويهز الكرة في التسويت وهي كان فما مليك وتولي 2-0 دونك سكور 2-0 مليك في اللونزيام مينوت دوزيام تون كان الكرة ديما للنادي الافريقي وكرة لماني توري على اليسار توري توري يمر ماني توري 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 وان توزكار اليوسي عبد القادر الوسلاتي في 65 دقيقة لعب تم التعادل 1-1 بين نادي الافريقي والملعب الجنسي ماليك توري الى نفس الاستراتيجية مراد العقري التكتل الدفاع اللي ما نساوش هداف خاصة وهم منقوص من لاعب ايمن الكوري خذ الحمراء ترى الغندري يوزع داخل الدزويت الى ماليك توري توصل الكره توري يعمل لقطه فنيه رايع توري ممتاز ماليك توري لقطه فنيه من ماليك توري اللي خدم كلمه سايتين ايه
مالك توري 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 للهزلي هزلي هزلي من علاء الدين المسلمي مراد الهزلي مالك توري مالك توري في 18 توري رعادة غير لوكي مالك توري يعمل الاسيست من يسار خطأ كانت من مراد الهزلي الى ستيفان حسين ناصر الى مالك توري كان على اليسار ولا في وسط الميدان مالك توري يطلب عماد المنيوي المنيوي المنيوي